اسمي حسين زيد، عمري 31 سنة، أنا عايش بمدينة طرابلس. دراستي ماجستير بالإعلام. من وأنا صغير كان عندي ميول لاتجاه الإعلام. هذا الميول تحول لشغل، يعني لقيت حالي أنا بعدني عم بدرس أو حتى أول ما تخرجت، وفوراً اشتغلت بمجال الإعلام بحوالي 3 أو 4 فضائيات، حتى أسسنا شركة مع شركاء بالسعودية والكويت، أصدقاء، فتحنا شركة بتقدم خدمات شبكات التواصل الاجتماعي. بعد هيك بسنة 2014 فتحت شركتي الخاصة هون بطرابلس، أنا وثلاث شركاء كمان كان اختصاصها بالديجيتال ميديا واسمها كواد ديجيتال ميديا. أنا كمان بدرس بمعهد جامعي تابع لأونروا، بدرس فيه من وقت ما تخرجت كمان تقريبا. هذا بس بارلل مع شغلي. الطلاب الفلسطينيين ما عندهم مشكلة بالقدرات. اللي عم نشوفه احنا، خلينا نقول بالذات على الطلاب اللي بالشمال، في مشكلة بالنفسية، خلينا نقول في إحباط قوي. وهذا الإحباط أنا بتفهم مصدره، بتفهم من وين إجا. لما يكون مثلا الفلسطيني ممنوع يشتغل ب70 مهنة، لما يكون ممنوع يتملك، لما يروح سوري يعني يقدم على وظيفة اللهجة تبعته تحكم على نتيجة الوظيفة، ففعلا عليه إحباط. لما يكون قاعد بمخيم عم تزداد يعني مشاكله الاجتماعية، مضطرين إنه نحاول نرفع معنويات هالطلاب. ورفع المعنويات مش عم نحكي احنا اشي من فراغ، لا، فينا نرفع معنوياتهم باشي ريل، يعني عن جد ممكن يشتغلوا، عن جد ممكن يلاقوا فرص، وعن جد ممكن يكسروا الستيريوتايبنج، وعن جد يعني ممكن يلاقوا حلول للمشاكل اللي هن فيها، وبالتالي يطلعوا من مرحلة الإحباط. يعني ما ذكر بحياتي انه كان في عندي هيك شيء. انا بطبيعتي هيك اوبتيمستيك كثير، وبشوف دائما البرايت سايد، يعني بحسب حساب للأمور السلبية لا شك، ولكن لا، ما مرقت بهاي المرحلة. الحلو إنه الشركة عندنا كواد، في فلسطيني وفي لبناني بقلب الشركة، وعادة الحدا المتعلم واللي شايف كلتشرز كتير واللي شاغل بالمجتمع المدني، هاي القصص بتسقط عنده أصلا، يعني ما بعد كتير هذا الموضوع هم. يعني الصعوبات كانت إنك أنت بدك تبلش شركة، بدك كمان في شيء، في جانب مادي، بدك تبلش بزنس، فبدك تحط أنت مبلغ مادي، فكان في هون شوية صعوبة. هلأ للأمانة كان في حدا مؤسسة ببيروت بتعطي قروض، وقروض خلاص يعني بيعطيني مبلغ اكس برجع له اياه اكس على فتره معينه، فهدول كثير ساعدونا للامانه. هلا الموضوع المادي هو شغلنا منيح هالفتره، لانه صار بدنا دفعه ماديه جديده للاكواد لتكبر، لانه خلاص احنا وصلنا لمرحله خلاص لازم نكبر، صرنا لازم نروح على ستيب ثاني. هذا اللي عم نحاول نلاقي له حلول. غير الموضوع المادي كان وجود الشركه بالبداية منه كثير مساعد، خلينا نقول، ما بدي اقول انه هو معرقل، بس لما تقول لحدا اطلع على البداوي ما انا كتير يعني مظبوطة، او الناس كمان بتحكم على خلينا نقول هاي الامور الظاهرية بتحكم عليها لا شك. هلأ عم نحله هون عبر بيات، عبر غرفة التجارة والصناعة، هذا ساعد شوي. هلأ صار لما انت اللوكيشن تبعك بغرفة التجارة والصناعة كتير فرق الموضوع، رغم انه احنا هون مكتبنا مكتب الى حد ما تمثيلي، واحنا كل الاوبريشنز بتصير بمقرنا الاساسي في البداوي. التحد الثالث لا شك انه في مشكلة الستيريوتايبينج، وفي مشكلة انه احيانا كتير نروح نقعد مع زبون، او يمكن نتواصل مع زبون على سكايب او هيك شيء، اللهجة تروح لنا المشروع يعني، وصايرة كتير هالقصص، ولكن احنا ما مش يأسين يعني، عم نشتغل عادي، واحنا بالنهاية هاي صعوبة من الصعوبات زيها زي غيرها عم نحاول نتخطاها. هي تجربة يعني حبيت اخوض هاي التجربة. لما انت تفتح شركة، طبعا كتير ناس بيفكروا ان الموضوع سهل وانه انت بتعمل كل شيء على كيفك، هو بالحقيقة لا، هو فيها خلينا نقول بين كتير، عن جد فيها كتير معاناة وألم، وحترجع على البيت كتير ايام محبط، وايام كتير متضايق، وايام تحس انه خلاص انت فشلت، لا، هي فيها بين كتير اكتر من الشغل العادي. احنا فرصنا اقل من غيرنا، اذا بدي احكي كفلسطيني احنا فرصنا اقل، ولكن انا بقول انه كل واحد قادر هو يصنع his own يعني opportunities، يعني هو قادر يصنع فرصه. انا بحس اذا انا كان عندي فرص زياده، اذا بكون انا صنعتها بحالي يعني.